احنا عندنا مشكلة في التعليم، والمشكلة دي ما هياش جديدة. ايه هي المشكلة دي؟ هي الدروس الخصوصية. للأسف كتير من الآباء والأمهات دايما بياخدوا أولادهم يودوهم للدروس الخصوصية دي، طبعا ثقافة بالمناسبة، وزي ما بقول لحضراتكم الموضوع قديم ما هوش جديد. بيودوهم للدروس الخصوصية عشان يقولوا ايه؟ كثافة الفصول، والولاد ما بتفهمش عشان في كثافة في الفصول. طيب احنا على الجانب ده الدولة شغالة على تطوير هذا الأمر، في التوسع في إنشاء فصول جديدة وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة اللي موجودة. لكن بنوديهم السناتر زي ما بيقولوا باسمها السناتر، المراكز بتاعت الدروس الخصوصية، بنوديهم في أعداد أكبر بكتير من أعداد الفصول، وبندفع كمان فلوس. طب المشكلة فين دلوقتي؟ في ثقافة ولي الأمر أنه يودي ولاده للدرس. عشان كده بقى تطوير التعليم اعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والمنصات التعليمية الإلكترونية اللي بتوفر للطالب شرح كافي للمناهج بشكل سلس وسهل، وفي نفس الوقت بتخفف الأعباء عن الأسر من خلال القضاء على الدروس الخصوصية. زي ما انت قلت يا شاذلي، الدروس دي بقت سناتر دلوقتي، بقى في أعداد مهولة من الطلاب بتحضر هذه الدروس. فالنهاردة من خلال منصة تعليمية أو شاشة تلفزيون تقدر انك تدخل تشوف الجدول ايه اللي معروض عليه، وتشوف المادة اللي انت عايز تحضرها ايه بطريقة سلسة وبسيطة بتبقى مشروحة. خلونا نشوف مع بعض ايه أهم المنصات اللي بتقدمها وزارة التعليم للطلاب. الدولة المصرية حرصت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا في التعليم في إطار جهود تطوير نظام التعليم في مصر. وبفضل اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته بضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم، نجحت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأخيرة في التوسع في البيئة التكنولوجية في المدارس. أيضاً نجحت في تجهيز البنية التكنولوجية ل 2474 مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة، ونجحت في إطلاق عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية عبر الإنترنت. ووفرت الوزارة كل مصادر التعليم اللي بتساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. أيضاً بيتم تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، وبتتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم عميق للمناهج.